حسبنا الله ونعم الوكيل في الخونه. كل اللي عايز يبوظ البلد دلوقتي، عيالنا شغاله بتروح المدارس وبتيجي في امان، والبيوت ما بقاش عليها اقفال ولا الكلام الفاضي زي زمان. دلوقتي قاعدين في امان وقاعدين في خير وقاعدين في كل حاجه، بناخد تموين ببلاش، بنقبض وعايشين في امان وعايشين كويسين. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي نايمين على ريشنا عام وعمالين يقبضوا بالدولارات، واحنا هنا قاعدين مش عارفين نعمل حاجه منهم، بناكل بعرق جبيننا عشان خاطر نعيش. محدش ليه دعوه بمصر ويبعد عن مصر. اللي عايز يبوظ مصر يجي ينزل يبوظها وهو معانا هنا.